يشتهر ريف تعز بالكثير من الأودية والمدرجات الزراعية الخضراء، وقد تغنى الكثير من الشعراء والفنانين بهذه الأودية وخصوبتها وجمالها الطبيعي وتدفق وانسياب المياه فيها. كمان جنب وادي الضبب معك بني حماد، بني حماد هذه تشتهر في زراعة البن اللي تغنى وبن وادي بني حماد. معك وادي الشعوبة، معك وادي بن خولان في منطقة الخيامي، في عدة أودية تمتاز من هذا. كذلك المنقى، منقى البركاني في وادي نهر البركاني، الوديان كثيرة في الحجرية. يزرع في هذه الأودية الكثير من الفواكه والخضروات التي ترفد السوق المحلية وبأسعار مناسبة لقدرة المواطن الشرائية، بالإضافة إلى شجرة البن التي يتميز بها وادي بني حماد بمديرية المواسط. نزرع بالوادي هذا طماط، ونزرع كوسا، ونزرع بسباس، ونزرع هيد، ولكن ناقصين المواد حق الخضرة هذه من الماء ومن السمادات ومن كل شيء غالي علينا، ما قدرنا نشتروا ونرشدوه، والحريق شمت لنا شمات، والدودة والصفافة شمت لنا شمات، والآن احنا خسرانين إلى الرقبة حانبين. قد نحن بتاب التاب وغضب الرب، بالأخير يجي يحاسبك يقول لك ب 1500 سمع المشتري، طيب وانت مو تعمل به 1500 لك ولا مشقاتك ولا للشقات ولا حق الاثوار ولا حق بتاله ولا حق ما ديزال. اخي نحن مديونين، قال احنا مديونين لا قرضهم. محصول الطماطم واحد مما تزرعه اوديه ريف تعز خصوصا في هذه الايام، ما جعل اسعاره تهبط الى ادنى مستوياتها مع وفرته في كثير من الاوديه رغم دخول فصل الشتاء وقلة المياه مقارنة بفصل الصيف. لا مستمر، يعني على حسب الدولة تقرر، يعني مصانع وثلاجات أي حاجة تعمل لهم، يعني يكون مستمر واصل بطول السنة طول العام، ما يخسر شراوي ولا يخسر المزارع، يعني واصل ناجح والدولة مستفيد. وفرة محصول الطماطم ورخص أسعاره تستمر فترة وجيزة فقط بسبب عدم وجود ثلاجات مركزية لتخزينه، وكذا عدم زراعته بشكل كبير في بقية الفصول كما هو عليه الآن، ما يجعل السوق المحلية تخسر واحدا من أهم المحاصيل التي يحتاجها المواطن بشكل يومي. غياب دور الجهات الرسمية في دعم المزارعين وافتقاد آلية للحفاظ على المحاصيل الزراعية لفترات طويلة تقلل من الفائدة الكبيرة منها، كما أن أسعارها المناسبة لقدرة المواطن الشرائية تبقى لفترة محدودة فقط. فواز الحمادي، قناة بلقيس.